الله الرحمن الرحيم. التحية مباركة معطرة، أقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كما قلت لكم من قبل سوف نقوم بمناقشة بكالوريا 2014 في فقط الموضوع الأول. الأسئلة الأولى سوف نناقش عبر المسنجر، أما الأسئلة الأخيرة وضعت لكم هذا الفيديو. الأسئلة بالتالي هي سؤال 12، سؤال 13، سؤال 14 إلى غاية سؤال 15. نبدأ في السؤال رقم 12. سؤال رقم 12 طلب منك كتابة أشغال الإتيان بصندوق بلغة المتن، وفي هذه الحالة يقصد أن تكتب متنا من وجهة نظر جزء المبرمج باللغة البي دي أو بلغة المبرمج الآلي اللي نعرفه اللي هو لابي، حيث قال لنا أن إي هي إنبوت اللي هي المداخل، وأو هي أوتبوت اللي هي المخارج. في هذه الحالة نقوم بما يلي. أولا، لإكمال الوصول إلى متن بلغة البرمجة الآلي لابي، أول شيء نقوم به هو إكمال جدول تعيين والترميم. في هذه الحالة نلاحظ أن X104، X1 والF وK وX1 بار هي المداخل والتي نسميها شروط الانتقال، والتي نرمز لها بـ E1 اللي هي X104، E2 هي X1، E3 اللي هي ملتقط F، E4 هي ملتقط K، وE5 اللي هي X1 بار بدون التكرار. أما في المخارج لدينا مخرج واحد اللي هو عبارة عن كأن واحد، وبالتالي نرمز له ب O 1. بعد الإكمال يتم تغيير الجرافسات، تلاحظون الجرافسات بالشكل الكلاسيكي، حيث نغير X104 ب E1، X1 نرمز لها ب E2، وملتقط F نرمز له ب E3. أما المخرج كأن واحد فأرمزنا له باللغة الفلابية O 1، الملتقط ك E4 و X1 بار اللي هي E5. في هذه الحالة تلاحظون أن X1 E2 و X1 بار E5. في هذه الحالة لم يعطينا تركيبة داخلية للمبرمج الآلي، لذلك اعتبرنا كل مشارف انتقال هو عبارة عن المدخل. سؤال سهل، نذهب إلى التالي. السؤال اللي بعده طلب منك معرفة نوع الإقران المناسب للمحرك M1. لمعرفة الإقران للمحرك يجب نعرف الجهد المركب للشبكة، ونعرف الجهد الذي يناسبه في لوحة المواصفات للمحرك. في جهد الشبكة لدينا 380 فولت. أما في لوحة المواصفات نلاحظ أن في حالة إقران مثلثي جهد التوتر هو 220 فولت، أما في إقران نجمي في 380 فولت. في هذه الحالة في 380 فولت جهد الشبكة يناسب الربط النجمي، وبالتالي نوع الإقران هو إقران نجمي. التعليل، في التعليل هناك تعليلين. التعليل الأول تستطيع القول له أن كل ملف من ملفات الساكن يتغذى بالجهد البسيط اللي هو 220 فولت. أو التعليل الثاني، لأن الجهد المركب للشبكة يساوي الجهد الأكبر في لوحة المواصفات للمحرك، وبالتالي ربط نجمي. السؤال اللي بعده اللي هو طلب منك تعيين مراحل الحرارة المناسب لهذا المحرك. لكي نختار المراحل الحرارية يجب أولا نعرف التيار الممتص من طرف المحرك. ففي هذه الحالة نلاحظ أن في إقران مثلثي يمتص المحرك 4.5 أمبير، وإقران نجمي يمتص 2.6 أمبير، وبالتالي التيار الممتص 2.6 أمبير، لأن الربط الذي لدينا هو ربط نجمي. ومن بعدها ننظر إلى جدول اختيار أجهزة الحماية. الجزء الأول، هذا الجزء الأول أو العامل الأول، مجال ضبط المراحل الحرارية. نلاحظ أنه لدينا أربع مراجع من مراحل الحرارية. المراحل الأول اللي نلاحظ أن تياره تيار مجال الضبط من 1.6 إلى غاية 2.5 أمبير.
المراحل الثانية في فاس 5 إلى 4 أمبير، المراحل الثالثة من 4 إلى 6، والمراحل الرابعة من 5.5 إلى 8. فتلاحظون أن 2.6 ينتمي إلى مجال 2.5 إلى غاية 4، وبالتالي المرحل المناسب في هذه الحالة اللي هو ذو المرجع LR2D13.8. بما أن التيار منتصف من طرف المحرك في أقرى النجمي 2.6 أمبير، فإن المرحل المناسب هو LR2D13.8، لأن 2.6 أمبير ينتمي لمجال ضغطه. نذهب إلى السؤال الموالي، وهو عبارة عن محول وظيفة التغذية وتحويل الطاقة. لتغذية المنافذات المتصدرة استعملنا محول أحادي طور. لوحة مواصفاته تحمل خصائص التالية: 220 الجهد الأكبر اللي هو الجهد الأولي، 24 فولت جهد ثاني. أما 300 فولت أمبير فهي مهمة جدا، ويقصد بها الاستطاعة الظاهرية. وتعلمون أن الاستطاعة الظاهرية تساوي الجهد الأولي في التيار الأولي وتساوي الجهد الثانوي في التيار الثانوي. بعدها أعطى لنا تجربتين. التجربة الأولى في الفراغ، حيث U20 26.4 فولت، وتجربة في الدائرة القصيرة تحت تيار ثانوي اسمي، حيث E2CC يساوي 2 نومينال. وأعطانا كذلك P1CC اللي هي استطاعة في تجربة القصر وتساوي 23.4 فولت. أما جهد الأول في تجربة القصر تساوي 20 فولت. السؤال الأول طلب منا أحسب نسبة تحويل في الفراغ. أنتم تعلمون أن نسبة تحويل في الفراغ تساوي الجهد الثاني في حال الفراغ على الجهد الأول، أو تيار أولي في إدارة القصر على تيار ثاني في إدارة القصر. وبالتالي أم ستساوي الجهد الثاني في حال الفراغ على الجهد الأولي، ويساوي 26.4 فولت على 220 فولت، ويساوي 0.12. السؤال اللي بعده طلب مني حساب المقادير المرجعة للثانوي، المقارنة المرجعة للثانوي R S و Z S و X S. نبدأ في مقارنة R S. R S لديها قانوني، القانون الذي نعمل به اللي هو B1CC على E2CC، ونلاحظ هنا أن E2CC مجهول، وبالتالي نقوم بحساب E2CC. حساب E2CC، لدينا E2CC يساوي 2 نومينال، ولدينا استطاعة ظاهرية S نومينال تساوي الجهد الأولي الإسمي في التيار الثاني، تساوي الجهد الثانوي الإسمي في التيار الثانوي الإسمي. وبالتالي E2 نومينال تساوي SN على E2N، وتساوي 300 فولت على 24 فولت، وتساوي 12.5 أمبير. بالتعويض في واحد نجد أن RS تساوي 0.149 أم. جيم حساب ZS وليس RS. ZS تساوي الجهد الأولي في حالة القصر على تيار ثانوي في حالة القصر في نسبة التحويل، وتساوي 20 على 12.5 في 0.12، وتساوي 0.192 أم. أما السؤال الأخير حساب XS، لدينا ZS تساوي ZS مربع تساوي XS مربع زائد RS مربع، وبالتحويل نجد أن XS تساوي ZS مربع ناقص RS مربع الكل تحت الجذر، وتساوي 0.121 أمبير. وانتهت المناقشة، وأتمنى لكم التوفيق إن شاء الله في باقي البكالوريات. دمتم في رعاية الله وحفظه.